السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير على خير وفي احسن الاحوال، والصحه ديالكم مزيان وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. البنات لاول مره كيشوفوا الفيديو ديالي وكيشوفوا القناه ديالي، فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي فيديو جديد حطيته على القناه ديالي. ومرحبا بالجميع، وما تنساوش تدعموني بلايك باش هذا الفيديو هذا يوصل اكبر عدد من المشاهدين ويستافدوا منه. اليوم البنات غدا نشارك معكم صباغه طبيعيه باللون البني كتغطي الشيب من اول استعمال، وكيراتين طبيعي لترطيب الشعر. غندوز باش نحضر معكم هذه الوصفه. غدا نحتاج اول مكون القهوه سريعه الذوبان. القهوه سريعه الذوبان رائعه في تغطيه الشيب وكتعطيكم لون بني رائع. غدا نحط القهوه حتى نحتاجها ونكمل معكم التحضير ديال الوصفه. خديت طحال كهربائي، ضفت لي جوج معالق كبار ديال عشبة نجمة الأرض أو الباديان كما كتلاحظوا معايا، وغدا نضيف نصف ملعقة صغيرة ديال القرنفل. غدا نطحن مزيان هاد المكونات في الطحال الكهربائي. من بعد غدا ناخد صفاي أو لغربال، وضروري كتصفيو هاد الأعشاب المطحونة. وهاد الوصفة البنات كما لاحظتوا جميع المكونات اللي استعملت فيها طبيعيين وفي متناول الجميع، واهم حاجه ان هاد الوصفه هذه كتعطي واحد النتيجه اللي رائعه وبمكونات اللي طبيعيه، كتعطيكم لون بني وكتغطي الشيب وكيراتين طبيعي لترطيب الشعر. المقادير اللي عطيتكم دابا البنات للشعر القصير، غادي نخلي الخليط حتى نحتاجو نكمل معكم تحضير ديال الوصفه. خديت كما كتلاحظوا معايا زلافه، ضفت ليها بيضه وكنحرك البيض مزيان حتى كيتخلط. من بعد غدا نضيف القرنفل وعشبة نجمة الأرض اللي طحناهم مزيان، وغدا نخلط مزيان هاد المكونات هادو مع بعضياتهم. ومن بعد غدا نضيف القهوة سريعة الذوبان. هاد الوصفة هادي البنات راه من أول استعمال راه كتغطي لكم الشيب وكتعطيكم واحد اللون بني رائع من اول استعمال، وحتى البنات اللي الشعر ديالهم حرش هاد الوصفه هذه راه كترطب لكم الشعر ديالكم من اول استعمال. غدا نضيف القهوه سريعه الذوبان، غنضيف تقريبا جوج معالق، وغدا نخلط مزيان هاد المكونات هادو مع بعضياتهم كما كتلاحظوا معايا حتى كيتخلطوا هاد المكونات مزيان. والوصفه البنات راها مجربه ومضمونه والنتائج ديالها رائعه، ومن اول استعمال كيبان لكم الفرق وكتعطيكم لون بني رائع. هنا من بعد البنات ما غدا نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، غادي نبدا نضيف زيوت. غدا نضيف زيت اللوز الحلو، تقدروا البنات تستعملوا اي زيت متوفر عندكم في الدار، زيت الافوكا او لا زيت جوز الهند، ولا ما كانش متوفرين عندكم هاد الزيوت تقدروا تستعملوا زيت الزيتون. فغدا نضيف تقريبا معلقه ديال زيت اللوز الحلو وكنخلط مزيان هاد المكونات هادو مع بعضياتهم كما كتلاحظوا معايا. من بعد غدا نضيف تقريبا معلقه صغيره ديال الخل الابيض، تقدروا تستعملوا خل تفاح او لا تستعملوا عصير الليمون. وانا كنخلط هذه الوصفه هذه غدا نقول لكم طريقه الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه. هذه الوصفه البنات ضروري قبل ما تستعملوها تغسلوا الشعر ديالكم مزيان وتخليوه حتى ينشف، من بعد كتصبغوا الشعر ديالكم كامل بهذا الخليط هذا، ومن بعد كتخليو هاد الوصفة في الشعر ديالكم جوج سوايع، من بعد كتوصلو الشعر ديالكم مزيان. الوصفة البنات راه كتعطي نتيجة من أول استعمال، كيراتين طبيعي لترطيب الشعر وصباغة طبيعية باللون البني، كتعطيكم واحد اللون بني رائع وكتغطي لكم الشيب. وحتى البنات اللي الشعر ديالهم حرش هاد الوصفة راه كترطب الشعر من أول استعمال. فكنتمنى أنكم تجربوا هاد الوصفة هادي وتستافدوا منها، وأنا متأكدة البنات إلا جربتوا هاد الوصفة هادي غادي تشكروني عليها، لأنها كتعطي واحد النتيجة رائعة وبمكونات لي طبيعية كتعطيكم لون بني من أول استعمال.
ونخليكم على خير ونطلقوا فيديو جديد إن شاء الله. بسلام عليكم.